بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد وزير الأول، الإخوة الوزراء، السادة الإخوان وأخوات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة في البداية نهني سيد الوزير الأول بقدراته في الإقناع، وهذا ليس غريبا عليه لأنه مارس وظيفة الوزير الأول منذ فترات متتالية، ولكن هذا الإقناع دائما سيد الوزير الأول يتوجه لجزء من الكاس المليان، وللأسف الشديد هذا الجزء راه مع الأيام ينقص، ومطالبين نحن اليوم بأن نرى للجزء الفارغ. والجزء الفارغ سيد الرئيس سيد الوزير الأول يمثل في مخاطر وتهديدات حقيقية للدولة الجزائرية وليس فقط للنظام السياسي. لما نتكلم على أزمة التمثيل السياسي سيد الوزير الأول، أزمة حقيقية تمثل بأن أغلبية الشعب أصبح لا يتوجه لصناديق الاقتراع، وبالتالي لا يثق لا في الأحزاب لا في المعارضة لا في السلطة لا في مؤسسات الدولة. وهذا الهم إن لم نتكفل به جماعيا فسنجد أنفسنا في يوم من الأيام ننظم انتخابات بلا شعب، ولا أعتقد أن أحد منا ولا وطنية أي أحد يقبل الوصول إلى هذا الوضع. ثانيا سيد الوزير الأول، لما نتكلم عن عدم وجود إرباك سياسي في الساحة السياسية، كيف يفسر أن الرأي العام وأن وسائل التواصل الاجتماعي وأن التصريحات التي صدرت من هنا وهناك تشير بأن الحكومة السابقة ذهبت بضغوطات لوبيات المال الفاسد، وتصمت السلطة في تفسير هذا الغياب؟ هل مثل هذا الصمت مبرر؟ هل إبقاء الرأي العام في هذه الضبابية مبررة؟ هل من مصلحة البلد أن نسكت على انتقال الحكومة في ظرف سياسي وجيز، بمعنى أن المكتسب الاستقرار المؤسساتي وليس الاستقرار السياسي ذهب علينا، ونريد أن نعطي للناس الانطباع بأننا لسنا في أزمة سياسية؟ لما يتكلم السيد الوزير الأول في مخططه عن موضوع التمويل، السر وكلمة المفتاح هي الحكم الراشد، ونحن نختلف السيد الوزير الأول على أن الحكم الراشد محلول في بلادنا. الحكم الراشد معناه احترام حقوق الإنسان، معناه استقلالية القوانين، معناه الشفافية في تسيير الشؤون العامة، معناه الكفاءة التنظيمية والإدارية، معناه الإدارة المحايدة، معناه الصحافة المستقلة التي لا تخاف من رقابة المهنة والضمير، معناه أنه المسؤول ما يعودش يسنى في تليفون باش يروح. هل مثل هذا الوضع ومثل هذه الشفافية موجودة في بلادنا؟ ومثل هذا الحكم الراشد موجود في بلادنا؟ لما نعطي الأمثلة في الدول التي استعملت التمويل غير التقليدي السيد الوزير الأول، ونتكلم على بريطانيا وعلى أمريكا وعلى غيرها من الدول، هل نسمعوا احنا لما وزير يتجاوز 100 أورو يستقيل؟ هل عندنا مثل هذا السلوك سيد الوزير الأول في جميع فئات الشعب؟ لما نخصوش الكلام هذا للمسؤول دون سواه. لذلك موضوع غياب الحكم الراشد أو عدم وجود نية صادقة في التوجه نحو هذا الاتجاه يجعل من مثل هذه القوانين وهذه المخططات معرضة للفشل. ولذلك لما نسمع خبراء، وكل الخبراء الذين يعارضون هذا الاتجاه السيد وزير الأول وأنت تعرفهم، هم من أبناء النظام وليسوا من المعارضة، وهم يعرفون ولديهم المعطيات، وبعضهم خبراء عند منظمات دولية وإقليمية. لذلك مطالبين اليوم سيد الوزير الأول أن نستمع للكفاءات لا للولاءات، أن نستمع للكفاءات وأن نأخذ برأي الكفاءات، لأن موضوع الولاءات لن يوصلنا إلا للهاوية. نحن أمام مخاطر إفلاس حقيقية إن لم نستمع إلى بعضنا البعض، وليس مطلوب منا أن نصنف بعضنا بعض. سيد الوزير الأول، إن الفترة الحالية ليست فترة اصطفافات ولا فترة تراشق وتلاسن بين القوى الوطنية المختلفة، بل هي فترة تجميع ووحدة وطنية ولحمة وطنية، والمسؤول هو المطلوب منه التجميع أكثر من المعارضة، لأن المعارضة تملك الرأي وتملك الموقف، والمسؤول يملك المبادرة ويملك الحل. ولذلك سيد الوزير الأول، نطمح كثيرا في أن هذه المخاطر والتهديد، خاصة أمام وجود هذه التهديدات الأمنية المحيطة ببلادنا، ولا نملك إلا أن نوجه التحية لقواتنا الأمنية والجيشنا الوطني.
وللتضحيات المقدمة من هؤلاء في هذا الدرس. شكرا سيد.